السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الخامس. والدرس الجديد هو الدرس تاع مقاصد الشريعة، مهم بزاف، يجي بزاف في الباك. نقدر نقول لك باللي الهيكلة تاع موضوع الباكالوريا في العامين اللي فاتوا 2020 2021 وفي العام في الأعوام المستقبلية بإذن الله راح تكون مركزة على الموضوع تاع مقاصد الشريعة. دوك نشوفوا نفهموا علاش هذا التركيز هدايا. مقاصد الشريعة سهلة، احنا نعرفوا وش معناتها المقاصد، نعرفوا شنو هو المقصد العام للشريعة الإسلامي، وبعد نعرفوا أقسام المقاصد والفائدة تاعها. شوف لهنا، احنا نعرفوا مقاصد الشريعة، عندنا زوج عفايس مقاصد الشريعة. في التعريف دائما كيما هضرنا قلنا كي يعطيني عفسة نعرفها وش نقول لغة اصطلاحا في الباك، لغة عليه نص نقطة، اصطلاحا عليه نقطة. لغة في اللغة نعرف مقاصد الشريعة، لازم نعرف مقاصد وحدها وشريعة وحدها. كي إنسان يهضر معاك هضرة وانت ما تفهموش مليح، واش تقول له؟ تقول له واش راك تقصد؟ واش معناتها واش راك تقصد؟ معناتها واش راك حايب؟ واش راك حايب توصل لي؟ وشنو هو الهدف تاعك؟ وين راك حايب توصل؟ فالمقصد هو الغاية والمراد والهدف بصفة عامة. الشريعة، الشريعة تاع الشريعة، علاش سموها شريعة؟ خاطر فيها الماء، وهذاك الماء يمشي ويدير الطريق. هذيك الطريق في العربية اللي يديرها الماء يسموها شريعة، شريعة ماء. شريعة تاع بليدة علاش سموها شريعة؟ خاطر فيها الماء. الشريعة تاع الله تعالى، وعلاش سموها شريعة؟ خاطر هي الطريق اللي توصل إلى الله، هي الصراط المستقيم. على هذيك الشريعة تاعنا الإسلامية هي طريق تاع ربي، طريق الإسلام. ما قصد الشريعة وشنو هو الهدف من الطريق تاع ربي؟ راح نشوفوا شنو هو الهدف. شوف معايا في تعريف تاع مقاصد الشريعة، عندي يقول لك هي الغايات والأهداف التي قصدها ربنا سبحانه لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة. راح نفهمكم التعريف هذا بطريقة واحدة أخرى. عندي زوج عفايس، شوف، عندي الخير يقابله شنو؟ العكس تاعه الشر. أي حاجة تاع خير ربي واش قال لي؟ قال لي افعل ديرها. أي حاجة تاع شر ربي واش قال لي؟ قال لي اترك ما ديرهاش. معناتها أي حاجة فيها خير، صلي صوم قرأ القرآن، لازم علينا نديروها. أي حاجة فيها شر، السرقة الكاذب الغيبة النميمة، لازم علينا نجتنبوها. أي حاجة فيها خير راح نسموها مصلحة، فيها فايدة، فيها الصلاح، فيها النفع. العكس تاعها، اي حاجه فيها شر واش نسميها؟ مفسده. واش معناتها؟ اي حاجه فيها مصلحه فيها خير ربي واش قال لي عليها؟ قال لي افعل ديرها. اي حاجه فيها مفسده فيها شر ربي واش قال لي عليها؟ قال لي اترك ما ديرهاش. مقاصد الشريعه وشنو هو الهدف والغايه؟ علاش ربي نزل لي الشريعه؟ باش اي حاجه فيها مصلحه خير نديروها، واي حاجه فيها مفسده شر ما نديروهاش. نقولوا هي فعل المصلحه واجتناب المفسده. افهم هنايا شوش قال لك، هي الغايات والاهداف، معناتها هو الهدف هذايا، يعني نقولوا هنا التعريف اللغوي، شكون قصدها؟ الله تعالى. وعلاش؟ لتحقيق مصلحه الانسان في الدنيا والاخره. معناتها مقاصد الشريعه باختصار شديد هي فعل المصلحه واجتناب المفسده. نقول لك وشنو هو المقصد العام للتشريع الاسلامي، وعلاش ربي نزل الشريعه هذه كاع وبعث الرسل وانزل الكتب وارسل الانبياء؟ باش يحافظ على المصلحه تاع الانسان، المصلحه تاع الدنيا في حياته المتعلقه بالمعيشه تاعو، والمصلحه تاع الاخره باش يدخل الجنه وينجو من النار. فهمنا جماعه الخير؟ هدايا تحقيق مصلحته هذه وسعادته نسموها هي المقصد، المقصد العام للتشريع الإسلامي. معناتها هذه هي القاعدة الأساسية والعامة والأولى في الشريعة الإسلامية، كاع الأحكام اللي عطاها لنا ربي ندخلوها تحت هذا المقصد، راك فاهم؟ ومن بعد راح تشوفوا باللي كاع الاحكام هذه ولا هذا المقصد هذايا تاع المصلحه والمفسده حيدخلوا فيه تحته خمسه، ومن بعد تحت هذه الخمسه يدخلوا باقي قاعدتك. عندي في العنصر تاع الدرس تاعي اقسام مقاصد الشريعه. شوف لهنايا، هنا في الدرس هذايا يخص عنصر، دوك وحدنا نستنتجوا العنصر. كي نقول لك قسم لي البلدان، تقول لي مثلا بلدان اوروبيه، بلدان افريقيه، بلدان اسيويه، واحد يقول لي مثلا باعتبار الشمال والجنوب، واحد باعتبار اللغة، واحد باعتبار المساحة، التقسيمات تاعكم تختلف.
كيفاش نحنا يعني حابين نطيحوا في تقسيم واحد، انا وانت وكاع اللي يسمعوا فينا؟ لازم عليا نعطيكم معيار، كي نقول لك قسم لي البلدان باعتبار المساحة، راح تقول لي بلدان مساحتها كبيرة مساحتها صغيرة، باعتبار اللغة تقول لي عربية إنجليزية شينوية فرنسية إلى آخره. فمقاصد الشريعة عندها بزاف أقسام، احنا رانا حايبين نطيحوا في القسم هدايا. علاش؟ لو كان ما نستنتجوش المعيار ما نقدروش نفهموا الدرس، وهذه ثغرة كبيرة في الدرس. هكذا شوف معايا، وحدنا احنا نستنتجوا المعيار، نكتب لكم هنا عبادات، صلاة، صوم، حاجة سهلة، الإيمان، الصدقة. نطرح سؤال، هل العبادات هذه كاملة في منزلة واحدة عند الله، معناتها قاع عند ربي كيف كيف؟ الجواب حتقول لي لا، نقدر نرتبوها. شكون نحطوا الأولى من هادو مرة ربعة؟ طبعا الإيمان، ومن بعد الصلاة، ومن بعد الصوم، ومن بعد الصدقة. صافي، رتبناها من أعلى إلى أسفل، من أعظم إلى أقل. هذه من أعلى إلى أسفل، من أعظم إلى أقل، نقولوا من أقوى إلى أقل قوة. راح نستنتجوا المعيار اللي راح نخدموا به في أقسام مقاصد الشريعة، نقوله هو معيار القوة. وشنو هو معيار القوة؟ معناتها شكون اللي قوية أكثر، شكون هو الحكم في الشريعة اللي عنده قوة كبيرة، أعظمها الإيمان أكثر قوة، ومن بعد هنايا عندي الصلاة، ومن بعد الصوم، ومن بعد الصدقة. فهمنا ليكيب؟ صح. شفوا لي على المعيار هذا مليح، وطبقها على كاع الاحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها، شوف دار العاليه ودار التحتها، اماطه الاذى عن الطريق. فهمنا؟ تبع معايا، راح نقسموا مقاصد الشريعه باعتبار القوه. تبع معايا، راح نقسموا مقاصد الشريعه باعتبار القوه. شوف، عندنا تقسيم عمودي وتقسيم افقي. نبدأ بالتقسيم العمودي، نعطيك ثلاث أمثلة. لو كان نقول لك، شوف المثال الأول، إنسان بنقول له ما تأكل شهر، هذا المثال الأول، ما تأكل ما تشرب شهر. حاجة ثانية نقول لك، مثلا أنت باش تقرأ عن شمس الدين في كور دي زاد، تجي بوزريعة أبي، بوزريعة هذه بعيدة ب 21 كيلو على باب الزوار، مدرسة هنا كور دي زاد. هذا المثال الثاني. مثال ثالث، زعما نقولوا انسان كيجي من بوزريعه ولا من باب الواد ولا من بومرداس، ولا يجي يكونيكتي ولا يسمع حاجه، نقول له ما تسمع والو، ما تكونيكتيش، و ارواح هكذاك مربع يديك. ثلاث حالات. في الحاله الاولى كي نقول له ما تاكل شهر، واش يصرى له؟ يموت. الحاله الثانيه كي نقول له جي ابي، واش يصرى له؟ يعيا، يفشل، جه مشقه وتعب، يموت. ما يموتش، بصح يعيا. الحالة الثالثة كي ما تجيش، ما تكونيكتيش، ولا ما تشوفش حاجة، ولا في الطريق، ولا سخانة ما ديش كليماتيزر، تموت. ما تموتش، تعيا كيما كي تجي ابي تمشي 20 كيلو تروح بلاصة واحدة أخرى، ما تعياش كيما هي. وش يصرى لك؟ شغل ديغوتا ديرونجا. فاهم؟ هاد الثلاث معاني راح كل وحدة منهم نعطولو اسم. هذا الاولاني كي تموت نسموه ضروري، نقولوا الماكله كيما الماكله ضروريه للحياه. الحاجه الثانيه هذه كي تكون جي ابيون بوزريعه تعيا وتفشل، نسموها حاجيه. الثالثه ما تموت ما تفشل، تحسينيه، كمال وجمال وتزيين. راح نقسموا المقاصد الى ثلاث اقسام، ضروري، ضروريه، حاجيه، تحسينيه. وش معناتها مقاصد ضرورية؟ هي أحكام لا بد منها لقيام الدنيا، لمصلحة الإنسان في الدنيا وفي نجاته في الآخرة. معناتها لو كان ما تكونش في الدنيا وش يصرى؟ الفساد والخراب. لو كان ما تكونش في الآخرة وش يصرى؟ الخسران ودخول جهنم. معناتها مقاصد هذه الضرورية هي أساسية باش الإنسان يقدر يعيش في الحياة هذه. لو كان ما تكونش يصرى الخراب. من اسمها تعطيك الخبر، ضرورية لازمة. وش يصرى في الآخرة؟ احنا قلنا في مقبل إذا شفيتو في تعريف المقاصد في الدنيا والآخرة. وش يصرى في الآخرة؟ في الدنيا الخراب، في الآخرة تدخل جهنم. المقاصد الحاجية هي أمور ترفع المشقة، هي أحكام ومصالح
ترفع المشقة وترفع الحرج ودير لك في الشريعة التيسير والتسهيل والتخفيف. صافي شو نقوله هذه؟ تسهيل تخفيف تيسير رفع الحرج، نقوله رفع الحرج والمشقة. مثلا شكون هي الأحكام اللي ربي أعطاها لنا في الشريعة باش ما تعياش؟ قال لك ليه ما يقدرش يصوم أو مريض ولا مسافر يفطر، ما قدرش تصلي واقف صلي قاعد، ما قدرش توضى أتيمم. هذه وش سميناها حنايا في الشريعة؟ نسموها رخص شرعية. مثالها الواضح كاع هي رخص شرعية، مثل الإفطار اكتبوها بالأحمر باش تشوفوا عليها، قصر الصلاة، قصر الإفطار. هذا هو المثال السهل كاع. مقاصد تحسينية هي أحكام ربي دارها، نظام وجمال وكمال وتزيين. مثلا الأخلاق، ستر العورة، تسوية صفوف في الصلاة، هادو قاعيتك أحكام سموم، أحكام تحسينية متى تكمل وتزين وتحسن. نظام، كمال، جمال إلى آخره، مثل مثلا الأخلاق، ستر العورة إلى آخره. أنت تقول لي شيخ كيف ستر العورة تحسيني؟ شوف معايا مليح، كي تكون في التحسيني ماشي معناتها حلال ولا مباح، ما عندها حتى علاقة. هذا الأقسام الثلاثة ما عندها حتى علاقة بحلال وواجب ومباح ومستحب. ستر العورة وش حكمها؟ واجب. الكاذب لي سهلة كاع، الكاذب وش حكمه؟ حرام. راهو في التحسيني، ماشي معناتها كي يكون حرام ولا واللي يكون في الضروري ولا كي يكون مستحب يكون فاش في التحسيني. راك تلاحظ باللي خليت الضروري ما درت فيه والو، علاش؟ خاطر هو مهم بزاف. المقاصد الضرورية قلنا هي أحكام ومصالح ومقاصد لازمة لحياة الناس باش يعيشوا حياة طبيعية، ولازمة كذلك للنجاة في الآخرة. هذه المقاصد الضرورية نقسموها إلى خمسة أقسام: الدين، النفس، العقل، النسل والمال. بهذا الترتيب: الدين، النفس، العقل، النسل والمال. هذوما الخمسة رح نعطي لهم اسم بالإضافة للمقاصد الضرورية، نسميهم الكليات الخمس. الكليات الخمس دوك نكون فهمك علاش سميتهم كليات الخمس. شوف معايا، نولي لهنايا. قلنا باللي مقاصد الشريعة وشنو هي؟ مقاصد بصفة عامة وش قلنا هي؟ فعل المصلحة زائد اجتناب مفسدة ناقص. هذه أكبر قاعدة في الدين. ومن بعدك تشوف هذه القاعدة هذه وش يجي تحتها؟ يجو تحتها الكليات الخمس. معناتها أي حكم في الشريعة راح تدخله تحت واحدة من هذه الكليات الخمس، وهذه الكليات الخمس طبعا راح يحفظوا المصلحة ولا يدفعوا يبعدوا المفسدة. مثلا الصلاة وين دخلوها؟ دخلوها في الدين. الصوم وين دخلوه؟ في الدين. تحريم القتل وين دخلوه؟ في النفس. تحريم المخدرات وين دخلوه؟ في العقل. تحريم الزنا في النسل. تحريم السرقة فش في المال. وعلاش تحريم السرقة؟ وعلاش السرقة حرام؟ فيها مصلحة ولا مفسدة؟ فيها مفسدة. وعلاش الزنا حرام؟ فيها مصلحة ولا مفسدة؟ فيه مفسدة. وعلاش الصلاة واجبة؟ فيه مصلحة ولا مفسدة؟ فيه مصلحة. فهمنا ليه كيف؟ هذه هي نظرة تاع العلوم الشرعية في المقاصد الشريعة. نعاود نولي هنايا باش نحافظ على الدين. واش لازم ندير باش الانسان يكون عنده الدين تاعو مليح؟ الايمان، التوحيد، اجتناب الشرك، محافظه على الصلاه، الصيام. باش نحافظ على النفس، تحريم القتل، تشريع القصاص، تاكل مليح، تداوي. باش تحافظ على العقل، تقرا عن شمس الدين، تطلب العلم، تقرا القران، تفقه في الدين، تحريم المخدرات والمسكرات والامور المفسده تاع العقل المعنويه. باش تحافظ على النسل، الزواج، التعدد، تحريم الزنا، تحريم الفواحش. باش تحافظ على المال، تخدم، تاجر، تعمل، تحريم الربا، تحريم السرقة، الرشوة إلى آخره. هذه الأحكام هذه قاعتك عندها أنواع خمسة سميناها الكليات الخمس. هذه الخمسة تحبط تحت هذه القاعدة الأساسية. فهمنا ليه كيف؟ طاح. تقول لي شيخ أنا عرفت أقسام مقاصد الشريعة، وش الفائدة تاعها؟ إنسان راه يسوق الحق تقاطع انترسيكسيون،
هو طوموبيل حمراء وكاين تراكتور هكذا جاي منا زرق، وطوموبيل واحد اخرى ولا فيلو جاي هكذا منايا. واش صرا بيناتهم هاد الثلاثه؟ صرا بيناتهم صدام، صرا بيناتهم تصادم. شكون نعرفو؟ كيفاش نعرفو شكون يجوز الاولاني؟ واش لازم نقراو في الكود تاع السياقه، قانون السياقه؟ لازم علينا نعرفو الاولويه. الاولويه ليه من شكون؟ نشوفو او شكون اولا، شكون عنده بلاكه، شكون ما عندوش. صافي الفايده تاع هادي وشنو؟ نعرفو الاولويه. مقاصد الشريعه راح يصرا بيناتها صدام. كيفاش نعرفو شكون اللي نعطو لها ندو بها واللي ما ندوش بها؟ لازم نعرفو الاولويه. عندي زوج كلمات صدام الاولويه، راح نعطي لهم هنايا زوج اسماوات. شوف هنا صدام راح نسميه تعارض، اولويه نسميه ترجيح. واش نطرح السؤال؟ نقول كيف ارجح بين مقاصد الشريعه عند التعارض؟ ما هي الاولويه بين مقاصد الشريعه كي تصطدم؟ اروح لهنايا للمخطط العجيب، هذا لي باك تاع العام اللي فات، هذا درس جديد في 2020، في 2020 بدا 2020 2021. كاع يعرفوا بلي شمس الدين عنده طريقه خاصه تاع المخطط هذايا، معلم متعامد ومتجانس مقلوب، فيه شويه برك تفهم به الدرس هكذا. مقبل واش قسمنا مقاصد الشريعه باعتبار ماذا؟ جاوبني، باعتبار القوه. اروح هنايا هذا المركز، هذا معلم متعامد ومتجانس، عندي المركز. المركز واش نكتب فيه؟ نكتب فيه هنايا اقوى. واش كتبت فيه؟ في المركز اقوى. عندي قاعده واش تقول؟ شوف القاعده الذهبيه واش راح تقول، نكتبوها بالاحمر باش تشوفوا عليها، نكتبوها هنا من تحت. شوف واش تقول القاعده، الاقرب الى المركز شكون هو؟ هو الأقوى. كل أقرب إلى المركز أقوى، الأبعد من المركز وشنو؟ أقل قوة. شفتوا شحال هايلة؟ الأقرب إلى المركز أقوى. شو وش عندي؟ عندي ترتيب أفقي وترتيب عمودي. نبدأ هنا بالترتيب العمودي، هاو المركز. شكون اللي أقرب إلى المركز؟ ضروري، تسمى هي وشنو؟ رقم واحد. نجي من الضروري ونجي حابط، شكون نتلاقى؟ بالحاجي، رقم اثنين. نزيد نحبط باش نتلاقى؟ بالتحسيني، رقم ثلاثة. صرالي صدام معناتها تعارض بين الضروري والحاجي، الأولوية لمن؟ للضروري. صرا تعارض بين الحاجي والتحسيني، الأولوية لمن؟ للحاجي. دوكا نجي هكذايا، نجي منايا من المركز ونجي جاي بين نتلاقى بالدين واحد، ومن بعد النفس اثنين، ومن بعد العقل ثلاثة، ومن بعد النسل أربعة، ومن بعد المال خمسة. صرا صدام بين الدين والنفس، الأولوية لمن؟ للدين. صرا صدام بين النسل والمال، أولوية لمن؟ للنسل. بين النفس والعقل، أولوية لمن؟ للعقل، أولوية للنفس. فهمنا لي كيف؟ هاد القاعدة هذه احنا نخدموا بها بالتطبيقات. كيفاش يجي سؤال في البكالوريا؟ اما يجيك سؤال مباشر تلقاه في الملخص في الصفحة شحال؟ تلقاه في الصفحة 8 او هنايا، واما يعطيك تطبيق شبه مسألة ولا يعطيك مسألة وهذه شوية صعبة. شوف معايا، نعطيكم مثال. كي يعطيني التطبيق أول حاجة نخير الطريق، أسكو راك رايح للتحت ولا رايح منايا للغرب هكذا. هذه أول حاجة، وكان تغلط في الطريق يتسمى راح تغلط في الحل. كي نخير الطريق واش ندير؟ لازم نخرج زوج حاجات، خاطر راح يتعارضوا، تصادم ما نتصوروش يكون بين حاجة واحدة، لازم يكون بين زوج حاجات. هذه حاجة ثانية، يصرا تصادم بين زوج حاجات، هذه الحاجة الثانية. ومن بعد نشوف الأولوية لمن. نعطيك مثال، إنسان راح عند طبيب مريض مرض خطير، قال له باش نداويك لازم تنحي حوايجك، كشف العورة. جا السيد سقساك قال لك أنت قريت مقاصد الشريعة، جاوبني. واش قلت لك اول خطوه؟ لازم نعرف الطريق وين راني، هكذا ولا هكذا. انا نقول لك بما ان هذا اول تطبيق، نقول لك بلي راك هكذا. وعلاش راني هكذا؟ تبع معايا مليح. السيد قالوا لو كان نداوي باش يداوي، كي داوي يحافظ على ماذا؟ وكي ما يداويش يفسد ماذا؟ طبعا راح يفسد النفس كي ما يداويش، ويحافظ على النفس كي يداوي. صح،
هذه الحاجة الأولى. في المقابل واش قال له السيد هذا الطبيب؟ قال له لازم عليك كشف العورة، وإذا شفيت هنا يا سطر العورة وين درناها؟ درناها في التحسيني. معناتها واش نقول؟ صرا صدام تعارض بين النفس اللي هو ضروري وبين سطر العورة اللي هو تحسيني، صرا صدام بين الضروري والتحسيني. الأولوية لمن؟ تبع القاعدة واش تقول؟ الأقرب إلى المركز هو الأقوى. شكون الأقرب إلى المركز؟ الضروري، صافي ناخذو بالضروري مقابل التحسيني، صافي. واش نقول؟ يجوز كشف العورة عن طبيب للمحافظة على النفس، صح. نروحوا هكذا دوكا، نروحوا هكذايا. إنسان في الصحراء، هذا المثال سهل هو يعرفوه ونحبوا نعرفوا التفسير تاعه، راح يموت بالعطش، لقى قرعة شراب، يشرب ولا ما يشربش؟ تقول لي شيخ كيفاش قرعة ما يلقاهاش يلقى قرعة شراب؟ عفوا بصح حنا نمدوا مثال برك باش تفهموا. شوف معايا دوكا، راني هكذا صرا تصادم بين زوج عفايس، شكون هما؟ يشرب، كي يشرب واش يصرالو؟ يروح عقله. كي ما يشربش واش يصرالو؟ يحافظ على عقله. في المقابل واش عندي؟ كي ما يشربش يموت، كي يشرب ما يموتش. صافي صرا وشنو؟ صيدان بين ماذا؟ كي يموت وما يموتش متعلق باش؟ متعلق بالنفس. كي يروح عقله ويسكر وما يسكرش متعلق باش؟ متعلق بالعقل. صافي نقول صرا صدام بين النفس والعقل. راك تشوف هنا راني غير في الضروري، فهذا ما برك. صرا صدام بين النفس والعقل، قاعده واش تقول؟ اقرب الى المركز اقوى، نجي من المركز بين نتلاقى بالنفس ومن بعد مراها العقل. صافي علي من نحافظ، لازم عليا نحافظ على النفس. صافي نقول يجوز لك تشرب الخمر طبعا بمقدار معين باش تحافظ على النفس. هاد الزوج لي مراهم ما بيناتهمش تصادم في الجهة هكذا، هادوما بيناتهم تصادم الحاجي والتحسيني غير في الجهة هكذا، واضح ليكيب؟ هذا واش فيه الدرس، هذا الدرس تطبيقي بامتياز. في البكالوريا راح يعطينا أسئلة تطبيقية، دوك نشوفوها في التطبيقات. أعرف بلي التطبيقات الأسئلة تاع البكالوريا كاع لي جو رام هنايا في الكتاب هذا، زائد تطبيقات واحدة أخرى مقترحة في الباك. في الدرس هذا يقدر يعطيك ثلاثة أنواع من الأسئلة، سؤال مباشر ما نهضرش عليه، حفظ الدرس من الملخص، سؤال تاع استخرج، وسؤال تاع مسألة تاع الترجيح والتعارض. تبع معايا، نديروا واحد تاع استخرج وواحد تاع التعارض. صفحة 31 تبع معايا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، استخرج مقاصد الشريعة. شوف لهنايا كي يقول لي استخرج مقاصد الشريعة، متى حنخرج منين؟ من الآية. قال لي كتب عليكم القصاص في القتلى. القتل متعلقة باش؟ متعلقة بالنفس. صافي نقول المقصد وشنو هو؟ النفس نوعه ضروري. شوف غير المقصد الضروري اللي فيه نوع ولا فيه صنف، الاخرين ما فيهمش صنف، الاخرين هادو امثله. هذا الضروري فيه اقسام، هادو ما فيهمش اقسام. اقسام الضروري خمسه، من بينها النفس. قال تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق وين تدخل؟ هاي مكتوبه هنا، تدخل في التحسيني. فنقول المقصد هو مقاصد تحسينيه. شوش قال لي؟ استنتج الحكم الشرعي في المسائل التالية مبينا تعارض الحاصل بين المقاصد. نديروا مسألة واحدة: اتفق زوجان على تحديد عدد الأولاد من أجل التمكن من توفير معيشة حسنة. هادو زوج أزواج، مرأة وزوجها، قال لك يا ودي نجيبوا طفل واحد، وعلاش؟ باش نعيشوا مليح. صح، وين راني؟ هكذا ولا هكذا؟ ولا السؤال هذا نجاوبه في انستغرام؟ خلاص السؤال هذايا نجاوبه في انستغرام وشرحه لكم بالتفصيل، او اللي هنايا ادخلوا مرحبا بك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذايا. تحيه لكم واحد واحد 58 ولايه، كل واحد يقول لي واش من ولايه ويتبعنا في الكومنتار. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.